لما نتكلم عما يحدث بالقاهرة، لما نتكلم عما حدث بالقاهرة بالتفصيل من دون تبديل، نقول لك بالشعر الملحوظ بالصوت الشوالي. ايش مشكلته؟ اللي قلت في بدايته، انت يا مصروية حرقت الراية الوطنية ولعبتيها علينا حرامية. هذه استفاد غير اخلاقية، مش بالمرة ومش معقول. لو كان تعرفي بلادي وش حالي عفيس عليا، ضربوا صيدي حليش وتحداوا على الموشية بالحجارة في الحافلة الجزائرية. وتفريق العزيز اطلق ورقة سلبية وافتح الخطوط الجوية الجزائرية بالمجانية. هذه مش تعدي عليا، مش ممكن مش ممكن. احنا ما نسمحوش بالدم اللي زاد. نقول لك مثال النيفة مع عزياني وغزال، غزال الاسمراني اللي قلهم بالروح والدم والعرق. نبيك يا غشوية وان تو تري، وان شاء الله نتاهلوا للمونديال نشفيو فينا العاديين كيما عم بتكينا الامان مع بلومي ماجر وبقيادة زيدان بسباب الاسبان. وان شاء الله نعودوها مع شبان الشيخ سعدان في ملحمة ام درمان في السودان امام هذين العاديين. العالم وحدهم والكرة تنطبهم. لماذا يا سعدان؟ لماذا يا سعدان هشلتها لسباب السودان؟ كانت على بعد دقيقة للمونديال. مش ممكن مش ممكن. خليني نحكي، خليني نعبر، خليني نريح ونرتاح. انا ما نقولكش بلادي بلادي تاريخي استاذي، لان المصراوي قالها في حساباته مع شحاته. انا نقولك قسما بالنازلات المحطات والدماء الزكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات والجبال الشامخات الشاهقات. بشهدوا بشهدوا بشهدوا. قالها مصطفى الاغا في استاد الملاعب. مش ممكن مش ممكن. قالهم فشهد الاولى معناها هدف مضمور، فشهد الثانية معناها هدف غزال بالراسية على مرمى الحضري بالشباك المصاوية. قالهم فشهد الثالثة كانت بالختام ومع من؟ مع ابن الباهي وهران جبور رفيق. مش بالمرة يا رفيق، علقنا وعلق الملايين والاف المتتبعين. بصيفتي صيفي ابن الصيف ابن الكار والنيف ابن الدجنات المحنة وسعاف. لازم نحكيها، لازم ندونها، لازم نكتبها ونرسمها ونعلمها وتعلم منها. خليني اقول لك صيف الصيف يما ونار البيت، هي جات البطولة يما وهي جات صغرت من العمريات. مش عتعدي عليا بالمرة. ما نقولكش بص شوف المصري يعمل ايه. انا نقول لك بلغة الاخطاء، بلغة الاخطاء، بلغة العناوين والصحف، بلغة الهداف والشروق والخبر والنصر اللي قالهم لازم النصر على مصر. السودان ما عندها ولا حسابات، ما عندها ولا جروندايزر، ما عندها ولا حسابات سبيدريسر. انا نقول لك افعلها يا معلم، انت المعلم وانا المتعلم. سيفتي شوالي نبغيها جزائرية بالمرة، سيفتي من المغرب الاقصى. مش ممكن مش ممكن. التونسية تناديك، الجزائر تطلبك وتعشقك يا شوالي. مش ممكن مش ممكن. خليني نقول لك حكاية قسما لن تذهب هناك بفداء في بلاد المليون ونصف مليون شهيد، من بينهم المغرم فير او الجد العظيم معزوز اخضر. مش ممكن مش ممكن. مش بالمرة ومش معقول. خليني نتكلم، خليني نصفق ونعلق، خليني نريح ونرتاح في لعبة البلاي ستيشن. تكي 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 كما يقولون، كما يزعمونها او كما يتزعمون. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لكن الان مع خالد المشية رفيق الحليش ورفيق الجبور ممكن 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 يدونها، ممكن يكتبها، ممكن يرسمها ويعلقها. سيد رفيق الصيبي وسيفته رفيق الصيبي اللي ما يعرفش رفيق الصيبي.